بدايه سنه 2022 كنبغي نقول للسي اخنوشي يعيد النظر في القطاعات ويحاول يصلح قطاع الصحه وقطاع التعليم وباقي القطاعات، خصوصا ان جميع القطاعات كاين هضر البيئه كاين هضر التعليم. كنبغي نقول للسي اخنوشي بدايه 2023 يثبت معنا. بالنسبه لهذا الموضوع هذا كنطلبوا من رئيس الحكومه انه بصفه عامه يعمل ميزاجور لجميع القطاعات وينظر بشكل هام، لان هاد الناس هادو ما كاينين بزاف هاد العام، الناس متسولين بزاف، الناس اللي في هاد كورونا هادي خرجوا بزاف يسعوا حيت ما جبروش الخدمه وما جبروش بزاف ديال الحاجات. فكنطلبوا بعدا يضرب فيه شي باسيو كما كنقولوا حنا بالشمال، يشوف واخا ما يبانش ان هاد الناس اللي فهمتيني من طبقه راقيه، ينضر شي حاجه يعمل شي جمعيات يعمل شي حاجه يعاون بهم غير هاد الناس هادو اللي كيبقاو فينا صراحه. دابا حنا في نهايه سنه 2021 كنتمناو من رئيس الحكومه انه يخلق فرص شغل في سنه 2022 ويهتم شويه اكثر بمجال التعليم ويحاول انه يعاود يعيد الهيكله بمجال الصحه، حيت كنظن ان الدوله ما شاف واحد التقدم مزيان، غير هو خصها يعني هادشي اللي ذكرت انه يتركز عليه شويه حيت هو اللي يقدر ينهض بالبلاد كامل. وبصراحه بخوميغمو كنتمناو بان سنه 2022 تدخل على الشعب المغربي قاطبه من طنجه للقويره بالصحه والسلامه وراحه البال، وعلى امير المؤمنين تا هو بالصحه والسلامه والاسره العلويه قاطبه وكامله. اما بالنسبه للتوقعات من رئيس الحكومه فهي توقعات كثيره. دوزيامو هو انه خصو يهتم بالشباب، فئه الشباب فهي مسكينه فئه ضايعه، ويهتم بالشغل ويهتم بالصحة. النظام الصحي شوية عندنا متدهور، والنظام الصحي يعني في إطار هذه الأزمة هذه اللي ظهرت كورونا تبين الهشاشة ديالو، أنه شوية خصو يهتم به السي أخنوش ويهتم بالشباب، خصوصا الشباب يعني شباب معني مهماش ويهتم يدير ليه. يعني الناس بصراحة راه ضايعين، يعني اللي الناس الإجازة وما فوق فهم يعني ما لاقينش، يعني بصراحه الانسان فقد الامل ولا كيبغي يقرا وانه تيخاف انه ما غاديش يشتغل، يعني ما تيكونش عنده واحد ليسبوغ باش انه يكمل القرايه. الو كنطلبوا من السي اخنوش انه يهتم بالقطاع، قطاع يعني الشغل وقطاع الصحه، اهم حاجه قطاع الصحه وقطاع الشغل فهما قطاعين مهمين جدا. ونتمنى للسي اخنوش سنه سعيده تا هو تدخل عليه الصحه والسلامه وشويه انه يتوقد معنا. تنطلبوا بعد 22 تدخل على الناس بالصحيحه والسلامه. تنطلبوا من السي اخنوش 2022 يزيد الشباب، راه تبارك الله الشباب، راه شتي الشباب في المغرب شحال ديباشوليه وتبارك الله عندهم باك والناس بالاجازات كاع ديالهم، وانت تبارك الله شو الشباب شو ما نطلبوا الله خير، نتمنوا من 2022 وتنطلبوا من الناس حتى هما يكونوا متقبلين هذه الوضعيه اللي غاده فيها الدوله والوضع اللي غاده فيه هذا الوقت، راه كورونا وشحال جونا من ديال وعدد الاوميكرون الجديد حتى هو غيزيد. نطلبوا من السي الحموشي يشوف فينا واخي النوش شاوي. صراحه ما كرهتش القطاع اللي خدم عليه بزاف هو قطاع ديال الشباب، لان حاليا كنجبروا بان الشباب ديالنا هما اللي كيبينوا المغرب واحد الصوره اللي مزيونه، خصوصا في برا المغرب اللي كيعطيونا واحد الصوره اللي مزيونه، وكيخليو حتى الناس اللي من برا يجيو يشوفونا بواحد الصوره اللي مزيونه بزاف، ماشي بواحد الصوره اللي خايبه. اول حاجه خصنا القطاع الثقافي هو يكون مهم، والقطاع الاقتصادي تحسين الوضعيه ديال الموظفين والمتقاعدين، يعني باش يكون شويه واحد الديناميكيه للمجتمع المغربي من ناحيه الاقتصاد، يعني واحد النوع واحد النظره جديده بالنسبه للمواطن المغربي. هذا هو الامل ديالنا كما اللي كنتمنوا. سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله في هذا 2022، ندخل بالصحة ورفع هذا الوباء على جميع المسلمين والمجتمع المغربي خاصة. هي ملفات كثيرة تنتظر الحكومة للاشتغال. مع الأسف أن جميع حكوماتنا تشتغل ببطء وبشكل غير الذي يطمح إليه المجتمع المغربي.
إذا فالملفة المليحة اللي هي ينتظرها المجتمع المغربي هي تشغيل هذا الملف سخون بزاف، وخاص تعمل الحكومة على الإسراع بهذه العملية، عملية التشغيل اللي هنا الشباب عاطل بشكل كبير جدا، يؤسف له. حتى التعليم اللي كانوا منتظرينه الشباب داروا فيه شروط معجزة وليست في صالح إصلاح التعليم، هي ضد إصلاح التعليم هاد الشروط. واش الشاب اللي كيوصل 30 عام فما فوق عاد وصل لسن الرشد الحقيقي، عاد تيوعى تلك الدراسة التي درسها في الجامعة عاد كيوعاها. إذا حنا نجيو ونوقفوا 31 عام و 32 عام نوقفوا عن التكوين في التعليم، هذا شيء لا يصدق أنه إصلاح. إذن هذا اللي على بالي أنا، وهي مسألة الشغيل هي اللي مليح الآن ومطلب مليح جدا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع أصحابكم.